لا تزال أزمة لاجئي ومهجري العالم مستمرة بل تتصاعد. الأمم المتحدة كشفت اليوم أن ما يقرب من 80 مليون شخص أو ما يعادل 1% من سكان المعمورة اقتلعوا من ديارهم نهاية عام 2019 بسبب الحروب أو الاضطهاد، وهو رقم قياسي يتوج عقدا عاصفا من النزوح. المزيد من التفاصيل معك روبير. روبير أهلا بك بداية، مساء الخير. بالفعل إنه رقم صادم، 2019 كان عاما يحمل معه مآسي كبيرة جدا، وبالتالي الأرقام واضحة. لجوء 80 مليون لاجئ ونازح في العالم بسبب الحروب والفقر والاضطهاد. خلال هذا العقد شانتال، قصص مآسي حروب لا تزال مفتوحة، ومزيد من الأزمات الإنسانية، أكثر من علامة استفهام تطرح، كيف ستنظر المنظمات الدولية والمجتمع الدولي إلى هذه المأساة المفتوحة؟ خلال عقد من الزمن تضاعفت أعداد نازحي ولاجئي العالم لتسجل رقما قياسيا ينذر بأن الأزمة تتفاقم ولن تتوقف. نحو 80 مليون شخص اضطروا لمغادرة منازلهم هربا من العنف والاضطهاد، يعيشون اليوم بعيدا عن ديارهم. التقرير الأخير للمفوضية السامية للاجئين يكشف أنه نهاية العام الماضي كان هناك 79 مليونا و500 ألف شخص، أي ما يلامس الرقم الذي أعلنت عنه المفوضية، بين لاجئين وطالبي لجوء، فيما تتراجع مع مرور الوقت وتعقيدات الأزمات فرص عودتهم إلى ديارهم. أضاف التقرير أن 1% إذن من سكان العالم لا يمكنهم العودة إلى منازلهم بسبب الحروب وانتهاكات حقوق الإنسان وأشكال مختلفة من العنف الدموي. وكان تفاقم الأزمة قد تضاعف منذ العام 2012 الذي شهد تصاعدا كبيرا في عدد اللاجئين والنازحين، واستمر هذا التصاعد في الأعداد حتى هذا العام 2020. أظهر تقرير مفوضية اللاجئين أن 45 مليون و700 ألف شخص فروا إلى مناطق أخرى ضمن بلدانهم، أي نزحوا داخليا، فيما أكثر من 26 مليون لاجئ يقيمون خارج حدود دولهم، حيث اختاروا بلدانا أكثر أمانا واستقرارا أو أرغموا بالفرار إليها. وتظهر بيانات المفوضية أن كندا استقبلت 31.100 لاجئ، الولايات المتحدة استقبلت 27.500 لاجئ، أما أستراليا فقد استقبلت 18.200 لاجئ. السوريون والفنزويليون والسودانيون وأيضا من أفغانستان يتصدرون قائمة البلدان التي تشهد موجات نزوح وفرار كبيرة جدا بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية. الأمم المتحدة دائما تشكو من غياب الحلول السياسية لوقف الأزمات التي تؤدي إلى طرد السكان من منازلهم وتمنعهم من العودة إليها، لكنها اليوم أمام تحد جديد يتمثل في إعادة توطين النازحين واللاجئين في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الحادة التي سببها وباء كورونا في الأشهر الأخيرة. ينضم إلينا من عمان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرياس كيرشهوف. أهلا بك سيد كيرشهوف عبر سكاي نيوز عربية. أبدأ معك من هذه النسب القياسية، اليوم المنظمات الدولية تقف عاجزة أمام هذه المأساة المفتوحة؟ كما قلتم الأرقام صادمة وعالية للغاية، وهي تتصاعد أكثر وتصاعدت أكثر في العام الماضي. الآن 1% من البشرية فروا من منازلهم، هناك من فر من الاضطهاد والحروب والعنف والفقر، وهناك من فر بسبب الكوارث الطبيعية. نحن مقتنعون أنه يمكننا فعل شيء، والشيء الأساس الذي نحتاجه هو تسوية سياسية يجب أن تحدث، وبطبيعة الحال هذا خارج نطاق عمل المنظمات الأممية. وفي نزاعات مثل سوريا وجنوب السودان وميانمار وفنزويلا، هذه الدول الخمس فيها العديد من الأزمات والنزاعات التي تسببت في هرب ثلثي العدد الإجمالي من النازحين واللاجئين حول العالم. إذا تمكننا من فعل
بفعل شيء لإقناع هذه الدول بتسوية سياسية، أعتقد أنه يمكن أن نبلي بلاء حسنا. نحن نحاول أن نقوم بعمل مشترك بالعمل مع الحكومات للتوصل إلى حلول من أجل إنجاح البرامج التي نقدمها لتسهيل حياة اللاجئين والنازحين. ولكن هذه القدرات التي تتحدث عنها في مواجهة هذه الأعداد القياسية، الحد الأدنى يعني من مقومات الحياة، أبدأ معك من المخيمات، عجزت المنظمات اليوم عن تأمينه. تحدث جراندي عن خطورة تفاقم هذه الأزمة لتأخذ منحا تصاعدي. كيف ستواجهون كمنظمة أممية، كيف ستواجه الأمم المتحدة المعنية بالنزاعات، مجلس الأمن الدولي، كل تشعبات هذه الأزمة؟ في الواقع عدد كبير من اللاجئين يوجدون في أماكن خارج بلادهم ويبقون سنوات طويلة في ظروف صعبة، وكذلك المخيمات هي حل سيء للاجئين والنازحين، لأنه دائما يفضل أن يؤوى الناس النازحون واللاجئون في مجتمعات قائمة بذاتها، حيث يمكنهم الإسهام في هذا المجتمع المحلي ومواصلة حياتهم. لكن المخيمات والخيام خيار سيء وصعب للأسف. الآن على الدول والمنظمات الكبرى بمعالجة هذا الأمر. الآن هناك نداء إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا من أجل المطالبة ب إيجاد حل للنزاعات والضغط في هذا الاتجاه بقوة، وأن يكون هناك ابتعاد عن تسييس القضايا الإنسانية حتى لا يتأثر النازحون واللاجئون أكثر. لذلك الحماية الكبرى للناس والبشر هي ألا يكون شرطا من ضمن الشروط لتقديم أي تسوية سياسية. التقرير الذي تحدث عنه جراندي يعني أورد حتى نهاية العام 2019، هل تتخوفون في السنوات الثلاث المقبلة وفق تقارير صحفية أمريكية وبريطانية وأيضا فرنسية وألمانية تحدثت بأن العامين المقبلين يعني سيشهدان أعداد قياسية تتضاعف بشكل جنوني، ما هي التقارير التي هي لديكم وهل تتخوفون من هذا السيناريو؟ للأسف لا يمكننا أن نتوقع بما سيحدث في المستقبل، لأن هناك بعض العوامل التي تصعب علينا الأمر مثل تغير المناخ وكذلك بعض الأوبئة والقضايا الأخرى التي تجعل الأمر صعبا بالنسبة إلينا. المقاربة السياسية مهمة جدا في هذا الصدد، ولذلك نحن نؤكد على هذا البعد. تحدثتم وقلتم إن العقد الماضي شهد زيادة في النازحين، هذا صحيح. الآن نجد أن أكبر موجة من النازحين حدثت في هذا العام 2019، وحصل ذلك بشكل أكبر من فترة 70 عاما الماضية، ولذلك منظمتنا تنظر إلى الحلول والسيناريوهات للاستجابة في قضية اللاجئين والنازحين. على سبيل المثال كمفوضة للاجئين، نحن نعمل مع الحكومات وكذلك الفاعلين الذين يعملون في التنمية البشرية من أجل تحسين حياة اللاجئين وخصوصا السوريين، لأن هناك ملايين من السوريين، كذلك الأطفال. نحرص على أن نمكن مليون طفل سوري من الذهاب إلى المدارس وأن يتوصلوا برعاية صحية، وتسعة من عشرة سوريين في المنطقة يوجدون في الخيام. ونحن وجدنا أيضا أنه في خضم الاستجابة لكورونا المستجد، الحكومات في الشرق الأوسط اندمجت بشكل إيجابي في إدماج اللاجئين والنازحين وحمايتهم من كورونا المستجد، لأنه كان عليهم أن يحموا الجميع.
مباشرة من العاصمة الأردنية عمان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أندرياس كيرشهوف، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة في تقرير المفوضية وعلى هذه المعلومات. شانتال، بطبيعة الحال هذه الأزمة يبدو أنها مفتوحة أبعد من ذلك، أي مجتمعات اليوم سيكونها اللاجئون، أجيال جديدة بعيدة من التعليم، هذه المجتمعات أيضا مخاوف أوروبية وفق آخر التقارير الألمانية تتحدث بأنه مجتمع قد يذهب في العالم إلى تعزيز الجريمة. صحيح. أي ظروف إنسانية يمضيها هؤلاء في كان في المخيمات أو حتى المجتمعات التي تستقبلهم؟ نقطة واحدة قد تبدو إيجابية، أن عدد من الدول، تحدثنا عن الولايات المتحدة، كندا وأستراليا، تستضيف لاجئين أصحاب اختصاص وهنا يتم دمجهم. صحيح. بسرعة في هذه المجتمعات. من المهم الحديث عن هذا الموضوع روبير بالفعل، وما يمكن أن تتركه هذه الدول من أمال لهؤلاء الذين غادروا بيوتهم، لكن لا يمكن أن ننسى أن هذا العقد العاصف أتى بعده أزمة كبيرة جدا هي أزمة كورونا، وكيف سيتعامل العالم أجمع مع كل هذه المآسي مع بعضها. شكرا روبير على عرض الليلة.